سر رشاقتي؟ سر صحتي؟ سر نضارتي؟ ملايين من الناس صار عندها سر جديد للرشاقة، الصحة والنضارة. صار لنا سنين بالسوق ويوم بعد يوم أثبت فيها أناناس أنه الوصول للجسم المثالي فيه بيمرق بشكل طبيعي من دون أي أعراض جانبية. فيا أناناس بيحتوي على مادة البروملين وهي العنصر الناشط بثمرة الأناناس واللي بيتم استخراجها بواسطة أحدث التقنيات العالمية. ما كنت بفكرة حالي حوصل لهالنتيجة بهالسرعة ومن دون ما أحرم حالي من أكلات اللي بحبها. كنت خايف آخذ مواد معقول ضرب جسمي، بس لما سمعت إنه فيا أناناس منتج طبيعي 100% من الأناناس شجعت ولا كثير مرتاح للنتيجة. فيا أناناس منتج طبيعي 100% صنع بواحد من أهم المختبرات الفرنسية اللي لها باع كتير طويل بهذا الموضوع، أكيد مرخص بلبنان، مرخص بعدة دول عربية وحائز على الـ FDA أبروف. كل حبة من فيا أناناس بتحرق وزنها 900 مرة، يعني الأشخاص اللي عم يستخدموا فيا أناناس رح يكون عندهم مجال يخسروا لغاية 300 جرام من وزنهم كل 6 ساعات، طبعاً من دون أي أعراض جانبية أو ردات فعل سلبية على الجسم. هالنتيجة المذهلة اللي رح نحصل عليها بيعود فضلا لمادة البرومالين اللي هي العنصر الناشط بفيا أناناس يلي رح تهاجم الخلايا والتكتلات الدهنية الموجودة بالجسم وتصرفها بشكل طبيعي من دون أي أثار جانبية نهائياً. مادة البرومالين بتفكك العناصر الغذائية اللي بتفوت على الجسم هي لقسمين، لقسم مغذي ولقسم أقل تغذية. بتساعد الجسم على انه يمتص بس العناصر المغذيه لإله مثل البروتينات والفيتامينات وبقيه الاشياء بتطلع من الجسم بالشكل الطبيعي ومن دون اي اعراض جانبيه نهائيا. بشرتي تغيرت ونظرتي لحالي كمان. من اول يوم بلشت اخذ فيا اناناس حسيت بالفرق، وبعد شهر بس خسرت 7 كيلو، يعني نتيجه ما كنت بحلم احققها بالرجيم العادي. مفعول هالتركيبي رح يبلش بعد 24 ساعة من بدء استخدامنا لفيا أناناس. بيساعد على التخلص من السيلوليت بشكل خاص من البشرة البرتقالية اللي بتظهر عند النساء والمزعجة جدا، إضافة إنه هالطريقة تعتبر الأسرع بين الطرق العادية أو الطرق المستخدمة لخسارة الوزن. نحن ننصح جدا باستخدام فيا أناناس. كل علبة من فيا أناناس تحتوي على 50 حبة. طريقة استعمالها سهل كتير، ما عليكن إلا تاخدوا حبتين من فيا أناناس بالنهار قبل الغداء بنص ساعة مع كباية مي. سر رشاقتي فيا أناناس. فيا أناناس. فيا أناناس. الحبة الأصلية من فيا أناناس مرسوم عليها وجه مرأة، احذروا التقليد.